ايه تغييرات موجوده طبعا اكيد، تغييرات يعني موجودة. منطقي ان المدرب راح يغير لاعبين، راح يعطي فرصه للاعبين، تعرف فكر مدرب والمدرب هو اللي يختار هذا الشيء، لكن من وجهه نظري اعتقد راح تشوفون تغييرات، وخاصه كاساس ما عنده يعني في اصعب لعبه اليابان. ست عاجبك حيل؟ بديت وياه وانا كنت المسؤول عن المنتخب للتكتيك اللي لعبه، وهو دائما يقول لي انا ما اعتمد على، تعرف انت في عاميه كره القدم 11 لاعب الى 4 لاعبين احتياط يكونون اعمده المنتخب، هو عنده فكر انه لا انا 30 لاعب اريدهم انا في احمد. أي خلي يغششنا شويه احمد، غير مجرى المباراه وهذا احمد خلي يغششنا باكر، وين التغييرات راح تصير في مباراة اليابان؟ غير 6 لاعبين، موضوع صعب لكن اعتقد نجح بها، وانا وياه متواكب بهذا الموضوع وهذا يعجبني به. حيدر يقول شوي خلي يغششني. المهاجم راح يكون تغيير اعتقد من وجهة نظري قلوب الدفاع علي الحمادي، يعني بالوسط راح يكون ايضا تغيير، ممكن حتى بحراسة المرمى ممكن، انا هذا اقول لك اياها لكن والله ما اعرف.